السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تفسير الأحلام، وأواصل معكم تعبير الرؤى والنظر في تعبير الرؤى التي رآها الأنبياء عليهم السلام. وتوقفنا في الحلقة الماضية عند رؤية يوسف عليه السلام، وتكلمنا عن تأويل رؤيا البقرة في المنام، وبقي الكلام عن تعبير رؤيا السنبلة في المنام. والسنبلة في المنام عبرها يوسف عليه السلام كما في القرآن بأن السنبلة أيضا سنة كما كانت البقرة أيضا سنة. وتأويل يوسف عليه السلام هذا مأخوذ كما قال أهل التفسير من أن السنبلة أن الأرض منها اليابس والأخضر، وكذلك السنبلة كانت في الرؤيا يعني واحدة يابسة وأخرى خضراء، فدلت الخضراء على 7 سنين فيهما زرع وخير، وأن 7 سنابل اليابسة يعني 7 سنين فيهما جد. أيضا ممكن يستنبط أيضا من تفسير سنبلة أنها فسرت على السنة من النظر لحروفها، وذلك أننا لو تأملنا في كلمة سنة نجد فيها 3 حروف موجودة أيضا في كلمة سنبلة، فلو أننا حذفنا في السنبلة لو أننا حذفنا الباء واللام كانت الكلمة سنة، فتدل أيضا السنبلة على السنة من قرب الكلمة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا السنبلة في المنام تؤول إذا رآها الإنسان تؤول عموما على الخير وعلى الرزق وعلى البركة، وذلك لأن قوت العباد مبني عليها، فبالتالي من توفرت عنده في المنام كانت بشرى له بتوفر الخير عنده والرزق والبركة، والله أعلم. أيضا السنبلة تدل في المنام كذلك على الأبناء، وتدل أيضا على الزوجة، ووجه ذلك أن الزوجة نافعة كالسنبلة وتحمل أيضا الولد كما تحمل السنبلة الحبة. فعندنا الآن أن السنبلة تعبر على عدة أوجه، الوجه الأول أنها تعبر على السنة، الوجه الثاني أنها تعبر على الرزق والخير والبركة، الوجه الثالث أنها تعبر على الزوجة، والله تعالى أعلى وأعلم. أما السنبلة في رؤية سيدنا يوسف عليه السلام التي عبرها فكان المقصود بها السنة. أيضا من الرؤى التي رويت عن الأنبياء من الرؤى معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. أيوة السلام عليكم، اتفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي استفسار حلو. خير إن شاء الله. أنا ماشية يعني جاية من بره، جزمتي معقوقتين، فأنا قلت إيه أغسلها، فوأنا بغسلها اتفتحت مني باظت يعني، فقلت ده أنا هرميها. اللي هي ايه؟ لقيت واحد داخل عليا الجزمه، لقيت واحد داخل عليا وشايله نفعه برسيم، انا في الدور الثاني وفي في البيت عندنا تحت هيصه. فبقول لها انت ما جبتليش برسيم ليه معاكي وانت سريت ليه معاكي وانت جايه؟ فيعني ما ردتش عليا، فانا بقى بعد ما غسلت الجزمه ورميتها رجعت لقيت الشيخ عبد الباسط قاعد مع في الصاله، فانا رحت كفشه سريس مع كرات كده وقعدت عشان ايه؟ اكل. نعم. فلقيت قدام الشيخ عبد الباسط بصله بس مكسوره نصين. فبقول لهم يعني اللي تحت ما قالوش الفلفل ليه وطلعوه. المهم انا قعدت اكل في السريس بقى والخضره دي، والشيخ عبد الباسط قاعد بس ما اكلش. طيب المرأة دي اسمها ايه؟ ما اعرفهاش يعني، ما ناس ما اعرفهمش. طب كان شكلها كويس ولا وحش؟ لا هي شكلها كويس بس ما يعني ما اعرفهاش، ما شفتهاش قبل كده. نعم. أفسرها عليك إن شاء الله تعالى ماشي بإذن الله. وياك.
هذه الرؤية أختي الكريمة والله تعالى أعلم فيها بيان بالبسط في الرزق والسعة في الرزق، وذلك يعني لوجود اسم عبد الباسط، وكذلك لوجود البصل اللي كان موجود، فهذا يعني رزق خليل، فالرؤية تبشر بانبساط يعني في الرزق، والله تعالى أعلى وأعلم. أرجع إلى رؤيا رآها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي رؤيا المفاتيح في المنام. معنا اتصال، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام مريم، معك لو سمحت. أهلا بيك، اتفضلي. ممكن أقربني؟ اتفضلي، تحت أمرك. أخويا استخر على واحدة كان عايز يتجوزها، فرق نفسه وركب مسك، وقفت قدامه حقيقي، فجه قال جه وقع من عند السكة، فعمل الطريق غلط، جه قام ومشي في الطريق تاني. يعني ممكن أقربني؟ الرؤية ان هو راكب بس موتوسيكل ووقع ورجع ركبه تاني. ورجع ركب تاني وقال الطريق اهو، دي تاني اتفتح له من جنب تاني، كان بيسر طريق اتفتح على واحدة يتجوزها. لا لا، يعني في الرؤية قام عمل ايه بعد ما ركب تاني؟ أمن على متأمن على الأرض، وأهو من الموتوسيكل وركب تاني ومشي من طريق تاني، فتح له طريق تاني في الطريق اللي كان مقفول غير بتاعه. الطريق اللي كان هو ماشي فيه يعني. أيوه. نعم، ممكن أقول رأي تاني حضرتك؟ اتفضلي تحت امرك. حلم تاني انه في مكان في بلد اسمها شقلوف يعني، وانه خد عرق فما قالش لحد، عرق خشب نعم. ما قالش لحد، فحب يرجعه تاني مكانه، فما ليش حد اتكلم، خده قال له واحد اسمه محمد هو اللي ده البيت بس. الأشخاص اللي قابلوه في الرؤية، واحد اسمه محمد والتاني اسمه إيه؟ هو محمد، وواحد اللي قبل ده العرق اسمه محمد برضه. نعم، يعني هو بس موضوع خشب خدها من مكان ورجعها تاني بس؟ ايوه عرق، وجاي ورجعها فما حدش اتكلم، فخدها وبعتها البيت مع واحد اسمه محمد. بعتها البيت عنده يعني؟ ايوه. خلاص طب ان شاء الله. ممكن رقم حضرتك يا شيخ؟ اتفضلي. طب في رؤية لو سمحت بس صغير. طيب اتفضلي تحت امرك. خليني اشوف سمك وانا عمال امتي ونطقت في كرسي حجر، واختي اسمها كانوا قاعدين جنبي. لا، صوت حضرتك كده مش واضح يعني، مش قادر افهمك يعني. طيب انقطع الاتصال، اكمل الحديث. هذه الرؤية أختي الكريمة وهي رؤية الموتوسيكل، وأنه ركب عليه ثم سقط ثم ركب مرة أخرى، هذه تتعلق بأمر من أمور الحياة، وأنه سيسلك طريق ولا ييسر له، ثم ييسر له طريق آخر ويسلكه إن شاء الله تعالى، ويكون جيد له هذا الطريق. فإذا كان مقدم على خطوبة وأنه هو خطب وأنه هو فسخ وأنه هو خطب مرة أخرى وهكذا، فتكون يعني لعل الرؤية تكون متعلقة بهذا الأمر، ويكون فيها بشرى له بأن هذا الأمر يكون خير ويتمه الله عز وجل عليه. أما السلام عليكم، معنا اتصال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا أختي، اتفضلي يا أختي الكريمة. أيوة لو سمحت، أنا حلمت إن عمي متوفي، فبعدين جايب شنطة من أنا برتقان، بس هو ايه يعني، هو قافله بس مقطوعه وباين منها البرتقال، فبعدين بقول له ايه انت جايب يا عمي البرتقال ده كله لايه؟ قام قال ايه، خليه لما تخلصي البرتقال اللي هو موجود اللي هو السايب ده، بيفتحي الشنطه وخدي منه. وفي هو نفس عمك اسمه ايه؟ عمي اسمه نور الدين. اسمه نور الدين؟ ايوه. نعم. ومش عارفه بقى اذا كان في الحلم هو ولا في منام تاني. انا قمت لقيت ان انا حلمانه كده، لقيت ان انا عند جماعتنا في الغيط هناك، فبعدين ببص لقيت ده في نفس الرؤية برضو؟ انا مش عارفة في نفس الرؤية او رؤية تانية. نعم. بس انا قمت لقيت كده، فقالوا لي في نبات اسمه، نبات اسمه علاق رفيع كده، وبيتسلق على الايه، على الاشجار زي ست الحسن كده. نعم. فبعدين بيقول لي هاتي النبات ده وعلقيه في صدر بنتك، هيحوش عنها الحسد. نعم. اسمه ايه بقى؟ نعم، اسمه ايه الشخص اللي بيقول لك كده؟ لا انا مش عارفه اسمه ايه، هو حد قال لي كده بس. فبعدين ببص مشيت ورا نباته كده، فبعدين لقيت زي ما تكون سلك جاي من عمود طويل قوي في الارض، طويل جدا. فبعدين قالوا لي ده سلك كهرباء، ابنك جايبه عشان ينور بيه. ابنك ايه؟ ابنك جايبه موصل كهربا من العمود دوت، دي مش علاقة، ده دوت سلك كهربا جاي من عمود طويل
طويل جدا في وسط الارض، جايبه وجاي ماشي على الشجر علشان يدخل بيه كهربا. نعم. طيب في استفسار تاني لو سمحت. اتفضل. انا حلمت ان في جاموسه عماله تجري ورايا، فبعدين واحده بتفتح الباب، عماله اقول لها افتحي افتحي بسرعه عشان استخبى منها، فبعدين استخبيت دخلت البيت بسرعه، جيت اطلع على سلالم كده بس سلالم قديمه، جيت اطلع مش عارفه اطلع منها خالص، ولقيت السلالم دي مسدوده، فبعدين ببص لقيت فيها شعاع كده ان هي زي شباك كده عاوز اطلع منه، جيت اشد الشباك ده، الشباك قام مخلوع، ببص لقيتني ان انا واقفه على ظهر الجاموسه دي. وحصلك فيه اذى في الرؤيه ولا عادي؟ لا عادي ما حصلش لي اذى، بس كانت عماله تجري ورايا. وبعد كده بقيت كويسه يعني في الرؤيه؟ انا لقيتني ان انا راكبه فوق ظهرها، بس انا عاوز اطلع باي طريقه مش عارفه، فبعد لما شديت الشباك ببص لقيتني راكبه فوق ظهرها. نعم خلاص افسرها عليك ان شاء الله. طب بالنسبه لاختي الكريمه لرؤيه البقره وان انت ركبت فوق ظهرها، هذا المنام معناه ان في امراه يعني مؤذيه تريد يعني ايذائك، وبيقع منها ايذاء لك، لكن باذن الله تعالى تتمكنين منها ولا يقع لك ايذاء منها ان شاء الله تعالى. اما بالنسبه لرؤيا العم والتي فيها يعني العقد وان هي حتى البنت يعني لا تحسد، فمعنى هذا المنام اذا كانت البنت في الحقيقه متغيره شيئا ما فينبغي أن ترقيها، فالظاهر أن الرؤية على ظاهرها وأن البنت تحتاج إلى رقية وأنها محسودة والله تعالى أعلم. أكمل الحديث عن رؤية المفاتيح في المنام. هذه الرؤية رآها النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عطيت مفاتيح الكلم ونصرت بالرعب، وبين أنا نائم البارحة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الله يبارك فيك. ازي حضرتك؟ الله يخليك. معايا كذا رؤية عايزك تفسرهم. اتفضلي تحت امرك. أول رؤية زوجي أصلا متوفي، فبعد ما توفى يعني على طول جاني في المنام ولا أنا زعلان منك عشان أنت ما زعلتيش عليا. نعم. الرؤية التانية حلمت ان بنتي دي لسه يعني هي متخرجة وبتشتغل، حلمتها الجبت مجموعة ملايات منهم ملاية زرقاء ومنهم ملاية بصلي، فمسكت ملاية كده منهم راحت قالت انا هركبها ستارة. دي مش متزوجة يا فضيلة الشيخ. قالت هتركبها ستارة؟ طيب ماشي. برضو انا حلمت لها ان انا اشتريت لها ملايتين، واحدة برضو بني واحدة زرقاء برضو. نعم. بنتي دي. نعم. في رؤية تانية يا فضيلة الشيخ عايز اقول لحضرتك على دي، حلمتها من فترة. حلمت خير اللهم اجعل خير علينا في مكان زي يعني بيت جديد، وفجأة في مأذنة عالية، المأذنة دي مش متوضبة يعني مش شطبة، هي مبنية بس، فطلعت من البيت الجديد دون ورحت طالعة كده مرتفعة فوق المأذنة العالية دي. نعم. وبعدين فانا وفوق المأذنة العالية دي قلت انا هنزل ازاي يعني عارفش انا هنزل ازاي، فجأة لقيت نفسي نزلت في فسحية كبيرة واسعة. نعم. وخلص الحلم على كده. يعني رأيتي بس ان انت يعني في مأذنة بس وخلاص. ان انا في زي في بيت جديد، والبيت الجديد دون فجأة طلعت على المأذنة العالية دي اللي هي مش شطابة، مأذنة عالية. طيب المأذنة دي في بيتك يعني كان بيتك؟ لا ده مكان ده معرفوش. نعم. افسرها لك باذن الله تعالى. في حاجه تانية؟ طيب بالنسبه اختي الكريمه لرؤيه الملايات وان انت بتشتري يعني لبنتك ملايه، يعني باذن الله تعالى لعل هذا يعني زواج ان شاء الله تعالى، كما ان وضع الستاره ايضا يدل عليه والله تعالى أعلى وأعلم. هذا بالنسبة لرؤية البنت. أما بالنسبة للرؤية الثانية وهي رؤية المأذنة، فالصعود عموما في المآذن ونحو هذه الأماكن يعني فإنه يعني يكون علو شأني في أو وصول لغاية معينة، فلعل عندي غاية ترغبين في الوصول إليها تصلين إليها إن شاء الله تعالى، أو تذهبين عند رجل يكون له مكانة والله تعالى أعلى وأعلم. فالصعود في مثل هذه الأماكن عموما تؤول على
علو الشأن، وإذا كان هذا المكان المرتفع يعني موجود في البيت عندك. معنا اتصال، السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي يا أختي الكريمة. لو سمحت، أنا حلمت مرة إن كان في شغل، أكني راجعة يعني من شغلي، وكان في حد قاعد اسمه إسلام، وكان لابس دبلة فضة، وقلعها يعني ووريلي، قال لي اسمك أهو مكتوب عليها، وجنبيه اسمه محمد. نعم. بس اسمي كان متقطع يعني نور وجنبها رقم وبعدين هان. بس انا سايبه الشغل من فتره كبيره، يعني تقريبا داخله على سنه سايبه الشغل وما بشتغلش. نعم. بس نعم. طيب حضرتك مخطوبه ولا حاجه؟ انقطع الاتصال. يعني هذه الرؤيه اختي الكريمه، إذا كان يعني لست من مخطوبة، فالظاهر منها أن هذه الدبلة المراد بها خطوبة، وأن أنت ربنا يعني يرزقك بإنسان جيد، فلذلك مكتوب عليها اسم محمد. فاسم محمد هنا رمز ومثال على الإنسان الجيد عموما. ممكن يكون اسمه محمد حقيقي، وممكن يكون دي صفة ليه، والله تعالى أعلم. معنا اتصال، السلام عليكم. لا. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه يا شيخ، أهلا بيك، اتفضلي تحت أمرك. لو سمحت، أنا حلمت يعني جوزي ميت وله زوجة تانية، وبتقول مثلا إن هو عليه فلوس، فأنا كنت بظروفها في العمرة، فحضنت الكعبة قلت يا رب إن كان مثلا عليه حاجة تبين بيانها، يعني تبين إن هي تبقى ليه عشان أتفح وأسده. ده في الحقيقة. بعد ده في الحقيقة. أوه. ده في الحقيقه الاول، وانا في العمر. نعم. عند الكعب. نعم. فبعدين نمت بعد الفجر، حلم ان هي في قلب اوضه، واثنين اسمهم السيد في قلب الاوضه معاه. نعم. وكمال جو، وجوزي ده الله يرحمه جوه، بس انا ما شفته، يعني انا بره وهو جوه في الاوضه، فانا عماله اقول له انت 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 عليك حاجه لحد، يعني قلتها له عدتها له ب 15 نوبه، انت انت عليك حاجه لحد، لو انت عليك حاجه انا هسديه. فراح قايل ايه، انا ما عليش حاجه لحد، انا اللي مجوز بنتي ومحدش دفع لي حاجه. نعم. فرد واحد من اللي هم اسمهم السيد دول، قالوا لي ايه، انت ايامك اللي جايه سود، ولقيتها طالعه وشها مغبو وطالعه ايه كافيه وش. هي المراه ديت بتقول المراه دي بتقول ان هو عليه مال لها؟ عليه فلوس ليه؟ وان هو خده وما وصفش عليهم ولا خدته. اه. انا قلت حضنت الكعبه ودعيت. طب هي في الحقيقه معاها يعني ورق، معاها ورق او اي حاجه يثبت لها الحق ده؟ مفيش، لا مفيش اي حاجه. وبالنسبه لاخلاقها يعني تظنين فيها الصدق ولا تظن فيها الكذب؟ بالنسبه ايه؟ بالنسبه لها هي، تظن فيها الصدق ولا تظن فيها الكذب؟ لا انا كنت هنا معاهم وحطيت، عملنا قاعدة في وسط رجالة يعني على الورش والمرأة. الظاهر أختي الكريمة من هذه الرؤية أن هذه المرأة يعني تكذب على هذا الرجل، وأنها ليس لها مال عنده. الرؤية تقول هذا، وهي واضحة في هذا المعنى وتؤكد هذا المعنى، لا سيما أنها جاءت بعد دعاء ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن وطبعا ما دام ايضا كذلك في الحقيقه لا يوجد بينه، فهي ترجح الاخذ بها عندك، والله تعالى اعلى واعلم. ارجع الى رؤيا المفاتيح في النوم. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: اتيت بمفاتيح خزائن الارض. هذه الرؤية بإذن الله تعالى أكمل الحديث عنها في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى، وأبين وجوه التعبير منها. هذا وقد أشار الإخوة جزاهم الله خيرا إلى انتهاء وقت البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في هذه القناة وفي القائمين عليها، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.